السلام عليكم يا شباب كلية الهندسة قسم الميكانيك المرحلة الأولى. شباب، المحاضرة الثانية فيما يخص المنهج اللي متبع هو منهج الهيدواي، يختص باستخدام الـ present perfect، الـ simple والـ continuous والـ hot verb، يقصد بيها الأفعال اللي تستخدم كالـ make والـ do والـ exclamation. هذه شباب راح نحاول ناخذها بالتفصيل، بس ناخذ الأشياء المهمة اللي تتعلق باليونت الثاني في منهج الهيدواي. شباب، هنا الـ present perfect عندكم. الـ present perfect، خلي فدا أعطيكم فكرة علي هنا. الـ present perfect شباب بهالصيغة هذه، present perfect يسمونه المضارع التام. شنو شباب البريزنت بيرفكت المضارع التام؟ الأريدة من عندك بس تكتب لي هذه الثلاث قوانين التابعة إله، سجلهن بورقة، لأنه بالامتحان راح أكيد أجيبنها، بس أجيبنها شوية بشكل سهل، بحيث لما تجيك كشكل اختيارات أو شكل أسئلة وأجوبة أنت أكيد راح تجاوبها. أهم شيء شباب تحفظ له هذا القانون. القانون اللي يختص بمن شباب؟ يختص بالبريزنت بيرفكت، يسمون المضارع التام. قانونه فاعل، وورا الفاعل يجينا يا أما هاز أو هاف، بعد الهاز والهاف باست بارتيسيبل تصريف ثالث، وورا تكملة. هذا القانون الأول. القانون الثاني شباب، في حالة النفي فاعل زائدا has not أو have not زائدا past participle زائدا تكملة. هذا القانون الثاني. القانون الثالث، القانون الثالث يقول ال has وال have بالبداية، تمام، زائد يجينا الفاعل، بعد الفاعل باست بارتيسيبل وراء تكملة وعلامة استفهام. هذا فيما يخص قوانين شباب. هذا نحاول تاخذ لهن سكرين، ليه راح نستفاد من عدهن. عندك هذا في حالة الإثبات، نغير اللون مالتها، هذا بحالة الإثبات، هذا بحالة النفي، وهذا بحالة السؤال. خذ لهم سكرين شباب لأن مهمات جدا. تمام، هذا شيء يسمونه المضارع التام بس. طيب باقي القواعد شباب، خلي أشوف لكم إياها، بس خلي أمسح هذه. يريد النوبل البريزنت مو فقط بيرفكت، أكو بريزنت كونتينيوس، لأن هو الشيء قلنا هنا، يقول لنا الـ present perfect والـ present simple والـ present continuous، يعني ثلاثتهم. الـ present perfect شباب، عفوا الـ present simple، هاي القوانين مالته. الـ present simple قوانينه يقول فاعل، وورا الفاعل تجينا فعل، وورا الفعل تجينا التكملة. هاي شباب أساسيات، هذه لابد منها. هاي القوانين جاي أذكرها جدا مهمة، أس أو بدون أس. زين، وعدنا فاعل زائدا do not أو does not زائدا فعل مجرد، يعني خالي من أي إضافة زائد تكملة. هذا القانون الثاني. والقانون الثالث اللي هو الدو والدز بالبداية زائدا الفاعل زائدا الفعل المجرد زائد تكملة وعلامة استفهام.
هذا الشباب بحالة الإثبات النفي السؤال. أخذ له سكرين شباب ذني. تمام. الثالث القانون الثالث شباب اللي هو يختص بمن؟ يختص بالكونتينيوس. خلينا نشوف. طبعا هنا أنا خطأت، أنا المفروض مو الكونتينيوس، خطأت بالتسمية مالته بالعربي. شو هذا؟ تمام. التسمية شباب احنا كنت كاتب مضارع تامين، المفروض مضارع بسيط نفس الشيء، بس هي الفكرة. هذا هسه المضارع المستمر. المضارع المستمر شباب شو قوانينه؟ قوانينه أول مرة يسمونه هو present continuous. present continuous مضارع التام، المضارع المستمر عفوا. قوانين يا شباب تعتمد على من؟ تعتمد على هذا الشكل، فاعل ورا الفاعل يا اما is او are او am، زائدا فعل يحتوي على ing زائدا تكمله. هذا القانون الاول. القانون الثاني الفاعل زائدا is not او are not او am not زائدا فعل يحتوي على ing زائد تكمله. القانون الثالث ال is وال are والآن بالبداية، وراها فاعل وورا الفاعل فعل يحتوي على ing وراء تكملة وعلامة استفهام. هذا شباب اخذوا له سكرين، هذا يسمونه المستمر present continuous. تمام مستاذ انت كتبت لنا هذا، شكرا جزيلا. طيب شو وقت نستفاد من عدهن وشون نستفاد من عدهن وشنو الغرض من عدهن؟ شباب الاسئله اغلبيتها راح تجي من هذه الصيغ، او اذا ما حافظ شباب هذن الاساسيات، لان تعتبر هذا شلون الاساس، اساس اللغه هذه احنا جاي نتعلم كماده سانده، كماده سانده وما نعرف هذن شباب صعبه، لذلك انا انطيتكم اياهن لانه هن هذن يعتبرن اساس اللغه. يعني لما اقول لك اساس لان المنهج يعتمد عليهن، أو كل المناهج أو كل الكتب شباب اللي موجودة حاليا كتعلم أو كمواد أساسية لازم تعرف هذه الأزمنة، يقصد بيها زمن الجملة، الزمن اللي تتحدث فيه أنت، في أي زمن، مضارع بسيط، مضارع مستمر، ماضي بسيط، ماضي مستمر، عندك البيرفكت يسموه هم المضارع التام والماضي التام، وكذلك الفيوتشر. هذه هسه نستفاد من هنا شباب، تعالي على هذه هنا بدك يقول لك تيست يور جرامر، اختبر معلوماتك. هذا شباب احد التمارين المهمه جدا بالامتحان، جدا مهم. شلون مهم شباب؟ هذه جمل، عندك مجموعه جمل، هذه المجموعه الجمل يقول what is the strange about these sentences what should they be، ماذا يجب ان يكون. احنا ما راح اجيب لك اياها انا بهذا الصيغه، راح اجيب لك اياها بهاي الصيغه اللي راح احكي لك اياها انا. مثلا كولومبوس has discovered Africa، الجملة الأولى. الجملة الأولى في أي زمن شباب؟ بما أنه أنت استون قبل شوية كتبت لك الأزمنة، ارجع لي عليهن وشوف للجملة إذا منطيك بها has أو have وراها past participle تصريف ثالث. التصريف الثالث يعني يقصد بـ ed أو بـ en أو شاذ، هو الأغلبية شواذ هنا يجيبهن. هنا يقول لك ما دام هاز وهاف وعدنا بنفس الوقت تصريف ثالث اللي هي discovered ضايف لها ايدي، عرفنا تصريف ثالث يعني ضايف لها كلمة ايدي هنا، إذن بهاي الحالة نقول هذه الجملة هي جملة مضارع تام. تقول لي انه هذه الجملة هيك تكتب لي اياها شباب،
تقول هاي الجملة هي present perfect. ليش؟ عندنا has وعندنا إيدي. ما دام has وإيدي إذن بهاي الحالة الجملة جملة مضارع تام. طيب بناء على شنو؟ بناء على المخطط والقوانين اللي انطتك إياها هنا قبل شوية شباب، لأن إحنا ما نقدر نميز هاي الجمل وما نقدر نعرف لهن إذا ما نعرف القوانين اللي كتبتهن لكم. زين، هذه الجملة، الجملة الثانية شباب أنا ما منطق إياها، خلي أذكر لك إياها هنا. قوانين الماضي، الماضي البسيط، الباست سيمبل. الباست سيمبل يا أخوان اللي هو شو يقصد بيه؟ يقصد بيه الماضي البسيط، قوانين فاعل ورا الفاعل يجينا فعل بإيدي، يقصد بيه ماضي وراء تكملة. زين، هذا بالإثبات. بالنفي فاعل ورا الفاعل، did not ورا did not or didn't فعل مجرد وراء تكملة. قانون الثالث did بالبداية، طبعا هذا لازم نحدده، did بالبداية زائدا الفاعل ورا الفاعل فعل مجرد وراء تكملة وعلامة استفهام. هذا شباب القانون، القانون الثالث. هذا بحالة الإثبات، هذا بحالة النفي، هذا بحالة السؤال. زين، هذا خذ له سكرين شباب ماضي البسيط، رح نستفاد من عنده. هنا تجي لي الجملة الثانية. هسه الجملة الثانية شباب نفس الوضعية، man first walked on the moon. ما دام شباب عندنا ايدي، اذا هاي الجملة تقول جملة بالباست سيمبل. I traveled all my life. I traveled هنا أنا ايدي شباب، ما دام ايدي نفس الوضعية تقول له معناها باست سيمبل. اللي بعدها I have learned، هنا ما دام عندنا have وعندنا هنا شاذ الباست بارتيسيبل مال learn، لأن هي أصل learn، هذه أصلها learn. إذا أريد نسويها بالماضي نضيف لها تي، وإذا أريد نسويها بالتصريف الثالث أيضا نخليها تي. يعني بالتصريف الثالث وبالماضي نضيف لها تي. I have learned English، إذا هاي معناها بالبريزنت بيرفكت، present perfect. زين، عندك هاي الخامسة، I have been losing my password. have been losing my password شو راح تصير هنا بهاي الحالة؟ مجرد ما انت تجيب لي شباب القانون، اذا have been والفعل b-i-n-g معناها المن تابعة، معناها تابعة المضارع التام المستمر، مضارع تام مستمر يسمونه present perfect continuous. زين، هذا فيما يخص هذا التمرين شباب، ومهم جدا بالامتحان، خلي ببالكم. زين، تجي لي على البعدة هنا، هذه شباب ما مطالب بها لانه عندنا هنا استماع، ما دام استماع هنا بهاي الحالة شوية صعبة انه نقدر ناخذهن. شوف كاتب لك listen and check، ترك لي هذا much line A with line B practice saying them by attention to contract form and weak forms. هاي نفس الوضعية check and or listen and check، استماع هم نفس الوضعية شباب، يحتاج لنا استماع هنا. What's the main tense using the sentences about Morocco, polo, why؟ هذا شباب عندك هنا نفس الوضعية، هذا Morocco polo يقول لنا هنا أنا جاي يسألنا، يقول لنا يا بيا جمل أو يا زمن استخدم بهاي القطعة، أريدك تحدد لي إياها وشنو اللي استخدمه. هسه مثلا يقول Marco Polo was the first person to travel entire 8000 kilometers. هنا ما دام عندنا was، إذن هاي جملة جملة ماضي، ماضي بسيط. Length of the Silk Road, the main trade line between Kathmandu, China and the West for over 2000 years. هنا بزمن الماضي. He wrote a book called The Travels of Marco Polo. هنا
ماضي بسيط. ليش؟ لأنه فاعل وجانب فعل بالماضي، هنا أنا شاذ الروت بتكملة. هاي ما عدنا بهالشي. What are the main tenses used in the sentences about Tom William? وأنا توم ويليام. هذا شباب توم ويليام، شنو الجملة اللي استهدته؟ is انفجر، he is on 9 month pickpacking trip around southeast asia. he flew into، هنا الجملة الأولى بالمضارع البسيط لأنه ازعدنا. الجملة الثانية he flew بالماضي، he flew into the Bangkok 5 months ago، لأنه عندنا ago هذا ظرف معناها بالماضي. since then he has been to Vietnam. هاي الجمله، عفوا هاي الجمله شباب، ما دام عندنا هاز وعندنا بين معناها مضارع تام، هيك يعني جاي يفسر لنا اياها يشرحها لنا بالتفصيل. compare the used tenses in these sentences. I have read that book, it's good. I have been reading. هاي الاولى يقول ميز لي بيناتهم، الأولى شباب بالمضارع التام. يجي واحد يقول استاذ ليش بالمضارع التام؟ أنا أقول لك ليش. هذا عندنا هاف وعندنا الريد شباب. بالمناسبة الريد بالمضارع هيش تكتب بالماضي ريد، بالتصريف الثالث هم ريد، نفس الترتيب ونفس الشكل. لذلك إذا يجي واحد يقول استاذ احنا صح مطين هنا أنا هاف، ولكن الريد شنو هذا قضيتها؟ صحيح شباب، هذه شاذة. معناها الجملة بالتصريف، العفو التصريف الثالث مال الريد، معناها الجملة بالمضارع التام وبس. أما الجوه I have been reading a great book، هاي بالمضارع التام المستمر. ليش؟ لأنه عندنا have وعندنا been وعندنا فعل B-I-N-G وهكذا. اللي جوها when I've finished، نفس الوضعية هنا أنا I have يقصد بيها، وفينش ضايف لها ايدي معناها مضارع تام. اما بالنص هاي مضارع تام المستمر. اللي بعد I have been reading a lot about over or Orwell recently. هنا عندنا have وعندنا been وعندنا reading معناها مضارع تام مستمر. هنا عندنا have وعندنا just، هذا ما لك علاقه بها، just تعتبر ظرف، وعندنا فعل بي ايدي، اذا معناها الجمله بالمضارع التام وبس. She has been writing since، نفس الوضعية هاي مضارع تام مستمر لأنه has وبين وبها فعل B-I-N-G بعدهن. She has written three novels، نفس الوضعية هنا مضارع تام. ليش؟ لأنه has عندنا وراها تصريف ثالث past participle. اللي بعد he has played tense، هنا ما دام has وعندنا played معناها مضارع تام. he has been playing، هنا عندنا بين وعندنا فعل B-I-N-G، إذن معناها هاي الجملة جملة مضارع تام مستمر. هذا شباب فيما يخص هذا الموضوع. زين خلينا نشوف بلا بعد شبيه عندنا شباب. هذا الديسكاس جرامر، هذا نطيتكم إياه أنا واجب، مجرد أنه تعرف للجملة في أي زمن، جملة تابعة لأي زمن، وعلى ضوء هذا الزمن شباب راح تحدد لي مثلا الرايت شو تسويها. هنا الرايت تسوي بالمضارع التام، لو تسوي لي اياها بالماضي، هنا نفس الوضعيه. هسه مثلا الاولى ما دام ذاكر لك سنه معناها بالماضي، الثانيه هيش. انا شباب ما اريد احلل لكم لانه اكيد بالامتحان هذا راح يكون مهم. هنا سمبل اند كونتينوس، البسيط والمستمر، نفس الوضعيه شباب. هاي هنا انا منطيك مجموعه من الازمنه من الجمل، مثلا تجي لي عليه من على الجملة الأولى، تجي لي على الجملة الأولى شباب. مثلا he works for IBM، هو يعمل للاي بي ام. إذا ترجع لي شباب أنا مسحتهم، إذا ترجع لي على الفاعل وراء فعل بي اس معناها الجملة في أي زمن، معناها الجملة هنا تقول جملة مضارع بسيط. إذن شلون يكون شباب جوابها؟ تقول له present simple. زين الجملة الثانية في أي زمن؟ الجملة الثانية ما دام منطينا هنا شباب، ما دام منطينا هنا فعل B-E-D تقول له past simple. يجي واحد يقول استاذ ليش ما سوينا
present perfect الهم بها ايدي لا شباب لانه اجانا فعل هنا وورا الفعل مباشرة الكلمة به ايدي اذا بهاي الحالة يعتبر هذا الموضوع هو موضوع مضارع بسيط ماضي بسيط اللي بعدها هنا I have lost هنا شباب loss يقصد بيها خسرة بالماضي lost بالتصريف الثالث ايضا lost بالتصريف الثالث هنا شباب ايضا lost معناها انه هاي الجملة شباب هنا هسه بيا زمن بالبريزنت بيرفكت ليش بالبريزنت بيرفكت لانه عندنا هاف وعندنا فعل شاذ الفعل الشاذ lost يقصد بها التصريف الثالث مال لوز زين هذا فيما يخص هذا الموضوع عندك الوراها شباب continues the form see actions in a progress with a beginning and an end هذا شباب المستمر المستمر بمن يتميز شباب هسا المستمر منا يقول B-I-N-G هاي النقطة الأولى عندك وكذلك بي فعل مساعد هسه هذا هنا ماضي مستمر هنا مضارع مستمر ليش لانه هنا واز وهنا منطينا ام بس احنا شلون عرفناها مستمر من الاي ان جي الاي ان جي تعوض عن الاستمراريه بين لنا انه هذا الجمله او هاي العباره هي عباره او جمله مستمر ماضي مستمر او مضارع مستمر او مضارع تام مستمر شوف هسه هنا اي ان جي نفس الوضعيه معناها تدل على الاستمراريه زين ثلاثة state verbs don't tended to be used in the continuous I know better well عندك هنا بالمضارع البسيط ليش لأنه عندنا know better well تكمله I have always liked هنا فعل بي عندنا have وعندنا فعل بي ايدي معناها هنا مضارع تام ليش لان عندنا الهاف وعندنا الفعل بي ايدي معناها مضارع تام I don't understand هنا مضارع تام بالنفي مضارع التام بحالة النفي والتكملة هاي بعد ما بيها الشي زين عندنا هنا شباب تكملة مال هذا الموضوع هذه البراكتس القراءة على مود القراءة هنا نعطيكم شباب أحد الكلمات أو الكلمات المهمة شباب اللي أريدكم راح أحاول قدر الإمكان أترجم لكم إياها شباب وكتبوهن وياي راح أترجمهن وعلي كيف أتأنى بالترجمة مالتهن في سبيل أنه تكملونهن وياي شباب the bomb يقصد بيها الفقاعة tourism vital tourism شباب حتى التلفظ كتبوا وياي في سبيل انه تستفادون من عنده tourism vital يقصد بها السياحة per capita للفرد للشخص للفرد الواحد يسمونها per capita major business يقصد بيها العمل الرئيسي أو العمل الأساسي foreign شباب هنا أنا مو تنقل foreign لا foreign الفورن شو يقصد بيها شباب يقصد بيها أجنبي أو خارجي foreign أجنبي أو خارجي زين consume تستهلك أو تجي معناها أيضا تتلف consume زين a prime رئيسي the best hope أفضل هواية ال destination خاف واحد يقول ما تلفظها بسرعة أستاذ وإحنا نريد الديستنيشن يقصد بيها التخصص أو المكان المقصود أو الغاية venture
مغامرة. For development للتطور. Income income دخول أو الإيرادات. Example مثال. In world travel سفر الخارجي أو العالمي. As much water كالماء. Contribution to the economy المساهمة في الاقتصاد. هذا شباب ترجمة مال هذا. زين الفريزل فيرب شنو الفريزل فيرب وشنو الميك والدو والتكملة مالتها. هذا شباب الفريزل فيرب هسه راح الفريزل فيرب شباب الفريزل فيربز يسمونها العبارات الفعلية. طبعا هي شنو الفريزل فيرب؟ الفريزل فيرب شباب يقصد بيها فعل الفعل شباب الفعل ويا حرف جر. فعل حرف جر راح يتكون عندنا عبارة. هاي العبارة يسمونها phrasal verb. على سبيل المثال مثلا عندك turn on. turn on شغل هي turn فعل وحرف جر on يعني على. صارت شنو كلمة واحدة. هاي الكلمة الواحدة سموها phrasal verbs. اللي اكتب لكم اياها هنا شلون هاي تكتب اللي ارتبها لكم افضل. عندك الموضوع هو phrasal verb phrasal verb قانونه يقصد به فعل بحرف جر. الأمثلة شباب العلي مثلا عندنا turn on. مثلا عندك اثنين turn off. زين عندك مثلا ثلاثة get up. get يحصل up أعلى بس بنطبق هنسوة شباب صير get up معناها شنو؟ معناها انهض. يعني شباب الفريزل فيرب إذا تجيها يعني شلون تغير المعنى؟ المعنى كلي تتغيره مال الجملة. يعني تغير لك إياها بحيث تسوي لك جملة تختلف عن أو معنى يختلف عن المعنى اللي إحنا ماشيين به. زين على سبيل المثال طبعا هنا بالمناسبة شباب أكو هواي لست مال فريزل فيرب بس إحنا إيش ناخذ؟ ناخذ المهمات اللي دائما تستخدم. مثلا عندك blow up. مثلا blow fun blow up. مثلا عندك fun مثلا عندك break down. مثلا break down. زين break in break up break out. يعني شباب هذني المعنى مالتهن هس انتم تعرفون مثلا break بحدها معناها استراحة. هسا البريك إذا تجيها بحدها هذه معناها استراحة. زين لما أقول بريك داون المعنى هنا أنا شباب إيش راح يصير إذا أطبق وياها البريك داون؟ عفوا إذا أطبق وياها الداون أطبق إن الاثنين تنسوا يصير معناها انفصال. بريك داون انفصال يعني اختلف المعنى كله. لما أقول break out أمسح هاي مثلا وخلي لها كلمة out. break out صارت شنو المعنى مالها شباب؟ صارت معناها هنا أكتب لكم إياها صارت المعنى مالها انطلاق. انطلاق
يعني مختصر مفيد شباب. الفريزل فيرب كلمتين يطبقن سوا تتكون كلمة واحدة. الكلمتين عبارة عن فعل وحرف جر. هذا الفعل وحرف الجر من ينطبقن سوا يصيرن كلمة واحدة. زين، لما أقول بعد شعدنا اللي دائما يستخدموه شباب، مثلا عندك يستخدمون bring up، bring up bring يجلب. لما أقول up صار معناها رفع أو أرفع. bring up أرفع، bring up هاي تستخدمونها أنتم بالهندسة. مثلا عندك bring down مثلا صير يجلب. زين، هاي شباب اللي دائما تستخدم منه. إذا phrasal verb شباب، phrasal verb فون هذه ما عندنا بها مشكلة. الفريزل فيرب هذه شباب هي عبارة عن فعل زائدا حرف جر، تصير فريزل فيرب. زين، هاي انتهينا من عدة. تجي لي شباب هذه شباب المهم بالامتحان، هذا أريدك تعرف له. هنا أنا شباب هاي كلمات، هذه الكلمات شباب الأريدة من عندك شو تسوي لي؟ تجيب أكو كلمات خاصة تابعة للميك تخليها هنا، وأكو كلمات تابعة للدو تخليها بالحق مال الدو. مثلا شباب، مثلا الميك مثلا وي بروفيت، ميك بروفيت أو لوس، ميك بروفيت أو لوس. مثلا عندك الميك أيضا تجي يامن ويا الفورشن. مثلا ميك موني، مثلا make friends عمل أصدقاء، مثلا make love make fun، make point. هاي الكلمات جواب شباب عفوا اللي جاي تحضرني جاية منين؟ جاية عبارة عن كلمات متداولة. اللي مثلا هسه يقول أستاذ أنت من هذا الكلام اللي جاي، مثلا تقول على سبيل المثال make decision، بنقول make decision يعني عمل قرار. هاي الميك دائما تستخدم ويا ديسيجن، يعني مو من يمي، يعني هم دائما يستخدمون ميك ويا ديسيجن. يعني جاي توصل الفكرة؟ مثلا اقول ميك بروجريس، تمام. عندك ايش عندك بعد؟ هذا اني شباب اريد اخليكم اياهن على شكل واجب لانه جدا سهلات، واللي يريد يشوف الاجوبه مالتها انا راح اخليكم اياها على شكل واجب، والمحاضره اللي راح تجي ان شاء الله راح انزلكم اياها على شكل على شكل لسته مال اسماء. هاي الاسماء تحتوي علما على الكلمات اللي خاصه بالميك والكلمات اللي خاصه بالدو، واكيد راح اجيبها بالامتحان شباب. راح احكيهن، احاول انه احكيش كم وحده من عندهن، ولو انا حليت تقريبا الاغلبيه حليتهن، لأنه شباب جدا مهمات بالامتحان. تقدر مثلا تستخدم مثلا الكلمات، مثلا تستخدم ما يدو، مثلا عندك course do dance، مثلا do drawing do for do favor or favor do job do point do project do service. زين، do assignment do anything badly business chorus. هاي ابن كل شباب تستخدم ويا من ويا الدو، وكذلك ويا الميك او كلمات خاصه به. هذا شباب كل ما يخص هذا الشابتر او هذا الفصل. اتمنى لكم ان شاء الله الموفقيه والنجاح. تحيه.